بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن الكريم كتاب الله جل جلاله، خاتم الكتب السماوية، أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ضمن الله عز وجل حفظه وبقاءه إلى يوم الدين، محفوظاً كما نزل على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وجعل هذه الضمانة آية تتلى في هذا القرآن العظيم، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما كان هذا الكتاب آخر الكتب، فالله عز وجل أبقاه وحفظه، ولما كان هذا القرآن آخر الكتب السماوية، جعله الله عز وجل مهيمناً على ما سبقه من الكتب، وأتم به الدين وأكمل به النعمة على عباده سبحانه وتعالى، وجعل لمن قام بهذا الكتاب حق القيام، جعل له تلك الضمانة المعلنة في هذا القرآن العظيم، إذ قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه ضمانة معلنة في كتاب الله، أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالا في هذه الدنيا، ولا يكون شقيا في الأخرى، ولا يكون خائفاً ولا حزيناً دنيا وأخرى. فتلك ضمانة أعلنها الله عز وجل للناس كلهم لمن اتبع هداه. وفي صدر هذا الكتاب العظيم أخبر الله جل جلاله أن هذا الكتاب جعله الله هدىً للناس، فقال سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن اتبع هذا الهدى وأدى هذا الحق أدخل نفسه في تلك الضمانة. ويبقى دائما السؤال المطروح أمام كل جاد وأمام كل صادق في اتباع هذا الهدى: ما هو الطريق الذي يسلك به هذا الأمر؟
وأن أكون ممن اتبع هدى الله، فمن خلال آيات القرآن العظيم تبين لنا أن هناك أموراً أربعة بها يكون الإنسان قد حقق العلاقة الصحيحة بينه وبين هذا الكتاب العظيم، ويكون قد سار على طريق هذا الهدى. وتلك الأمور الأربعة والتي نذكر بها بين الفينة والأخرى لأهميتها وللحاجة إليها ولتكون محلاً لمحاسبة النفس عليها، ليقف الإنسان دائماً مع نفسه في هذا الأمر العظيم. فتلك الأمور الأربعة التي بها تصح علاقة العبد مع هذا الكتاب العظيم، أولها يتضمن ثلاثة أفعال: أولها أن تقرأ القرآن، وأن تقرئ القرآن، وأن تسمع القرآن. أن تقرأ كتاب الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأن تسمع هذا الكتاب، فإن إحدى الغايات التي لأجلها بعث هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام هو أن يسمع الناس هذا القرآن. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته. فهو يسمع هذا القرآن للناس، وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن أن تقرأ وأن تسمع، والثالثة أن تسمع، أن تسمع أنت القرآن. فهذه الأفعال الثلاثة هي أول ما تقوم به العلاقة فيما بين العبد وبين هذا الكتاب. أما الأمر الثاني فهو تدبر هذا القرآن والاجتهاد في تفهم مراد الله عز وجل من آيات القرآن، وتلك غاية عظيمة وطريق أساس في تصحيح العلاقة مع القرآن، أن تتدبر آيات القرآن. والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا هو الأمر الثاني لتصحيح العلاقة مع القرآن، وهو أن تتدبر آيات القرآن لتصل إلى مراد الله عز وجل مما قرأت وتلوت أو سمعت أو أسمعت. والأمر الثالث بعد التدبر والتفهم وعندما تصل إلى مراد الله عز وجل، فالأمر الثالث إنما هو الإيمان واليقين. فما أخبر الله عز وجل عنه هو الحق، لأنه صادر من الحق، والحق لا يقول إلا الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالتعامل مع مراد الله عز وجل على أنها هي الأمور التي تؤصل للحقائق والحقيقة وللعلم. فكتاب الله عز وجل أصل في تأصيل هذا الأمر، بل هو الأصل في ذلك. فإذن التعامل مع تلك الآيات بعد فهم مراد الله عز وجل منها
التعامل بالإيمان واليقين مع تلك الحقائق القرآنية. أما الرابع فهو العمل والإنقياد والتطبيق وتحويل ذلك إلى واقع يعيشه الإنسان. فبهذه الأمور الأربعة تصح العلاقة فيما بينك وبين هذا الكتاب العظيم. وتلك أمور لا بد أن يجعلها الإنسان دائماً محل المراجعة، وإلا سيكون هاجراً لهذا القرآن، وسيكون في دائرة ذاك العتب الذي أخبر الله عز وجل عنه، ذلك العتب من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن لم يقرأ القرآن هو هاجر للقرآن، ومن لم يسمع القرآن هاجر للقرآن، ومن لم يسمع القرآن هاجر للقرآن، ومن لم يتدبر القرآن هاجر للقرآن، ومن لم يؤمن بما جاء به القرآن ويتيقن ما جاء به القرآن فهو هاجر للقرآن، ومن لم يعمل بما جاء به القرآن فهو هاجر للقرآن. كل ذلك من صور الهجر، وإن كان بعضها دون بعض وبعضها أشد من بعض في قضية الهجر، إلا أن ذلك كله داخل تحت هذا الأمر العظيم وهو هجر القرآن. فهذه إذن قضية لا بد أن يحاسب الإنسان المسلم نفسه قبل أن يقف بين يدي الله ويأتي هذا القرآن، كما جاء في الحديث الصحيح يجادل، وكما أخبر سلم أن هذا القرآن ماحل مصدق، فهو يأتي ويجادل عن حقه أمام هذا الإنسان يوم القيامة. فالإنسان يكون حريص على أن يقيم هذه العلاقة بصورتها الصحيحة، فهو من جهة يدخل نفسه في تلك الضمانة ويخرج نفسه من وصف الهجران، من وصف الهجران. وما بين أيدينا من الآيات المباركات من سورة آل عمران، السورة المدنية متقدمة النزول على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية، فكان من أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن العظيم بعد هجرته سورة البقرة، ومن بعدها سورة آل عمران. إذ نجد في هذه السورة الكريمة وهي تحدثنا عن غزوة بدر وهي في السنة الثانية، وكذلك تحدثنا في نصفها الأول عما تعلق بأهل الكتاب يهوداً ونصارى، وأيضاً كان ذلك في تلك الأمور كانت في مقدمة هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية. فنجد الربع الأول من هذه السورة الكريمة من الآية الأولى إلى الآية 68، والحديث في تلك الآيات فيما تعلق بنصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الآيات المباركات أخبرت عن ذلك ووضعت من القواعد ووضعت من الأحكام ومن الآداب ما يتعلق بهذا الأمر، وهذا ما وقفنا معه في الدروس الماضية. ومن الآية 69 إلى الآية 120 تحدثت عن الفئة الثانية من أهل الكتاب وهم اليهود،
والذين كانت منهم قبائل تسكن المدينة، وكان من أشهرها تلك القبائل الثلاث: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع. فكان هؤلاء يسكنون المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة قام بثلاثة أعمال عظيمة كانت هي الأساس في بناء المجتمع النبوي المدني. كان أولها تأسيس المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، بناء المسجد ليكون محلاً لأداء هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام الصلاة، وأيضاً كانت هي المكان الذي يلتقي فيه عليه الصلاة والسلام بأصحابه ويتعلمون منه ويجتمعون به عليه الصلاة والسلام. فكان المسجد هو الدار التي يتخرج منها أصحابه رضوان الله عليهم، فكانوا يجدوا في المسجد ويلتقون به ويلتفون حوله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا اللبنة الأولى التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته. والأمر الثاني الذي أيضاً قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وهو المعاهدة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم وفق الوثيقة التي ذكرها علماء السيرة، وتلك الوثيقة كانت على قسمين: القسم الأول وكانت البداية به، فكتبت الوثيقة فيما بينه وبين يهود المدينة، وفي قسمها الثاني الوثيقة التي كانت فيما بين المهاجرين والأنصار والمسلمين، فكان ذاك المكون الثاني الذي أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد هجرته. فإذا بني المسجد ليكون مكاناً للتعليم ومكاناً للالتقاء بأصحابه وتربيتهم وتأديبهم. والأمر الثاني ما يتعلق بالوثيقة التي كانت بينه وبين اليهود، وكانت هذه في السنة الأولى، ثم كذلك القسم الثاني من الوثيقة والتي كانت بين المسلمين من المهاجرين والأنصار. أما الأمر الثالث فهو الأخوة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تأسيساً وتأصيلاً وبناءً على أن العلاقة الأساس إنما هي بين المسلمين، إنما هي علاقة الدين، علاقة الإيمان، علاقة التوحيد. فهذه الأمور الثلاثة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام ليكون مجتمع المدينة المجتمع النبوي الأول، فكانت تلك الأعمال الثلاثة الرئيسة. فلذلك نرى هذه الآيات في هذه السورة العظيمة، نجد ما يزيد على نصفها إذن هو حديثها وموضوعها فيما يتعلق بالتعامل مع أهل الكتاب. وهذا ما وقفنا معه كما قلت في دروسنا الماضية، ونحن في ما بين أيدينا نصل إلى ختام القسم الثاني من الحديث عن أهل الكتاب. فنحن في الآية رقم 117 وما بعدها، وهذا ما وقفنا معه
في الدرس الماضي، وهو قول الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فوقفنا مع هذه الآية ومع ضرب المثل ومكانة المثل في القرآن العظيم، مكانة الأمثال، وكذلك ما يتعلق بهذا المثل المضروب، وهذا ما أشرنا له في الدرس الماضي. وخاتمة الآية وهو قول الله عز وجل: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هنا أيضا ونحن نقف مع هذه الآيات التي ختم بها الحديث في التعامل بين المسلمين وأهل الكتاب، فإننا نستطيع أن نقول: لم يزل هذا الكتاب الكريم يربي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعمال العقل السليم والتعويد على الاستدلال الصحيح والتعرف على المسببات من أسبابها، فإننا نجد القرآن يربي هذا الإنسان المسلم بهذه الطريقة وهذه الكيفية، لأن القرآن يبني الإنسان المؤمن، الإنسان المتيقن، الإنسان الذي يتلقى تلك الأمور بوعي وفهم ورضا ويقين وطمأنينة. وليست القضية فقط مجرد أن الإنسان يعني يتلقى تلك الأمور بدون وعي وفهم وبدون تقبل العقل السليم لتلك الأمور، فلذلك نجد هذا الأمر هنا ظاهر وواضح. فقضية العلاقة وقضية العداوة وقضية التلاقي، كل ذلك نجده في كتاب الله عز وجل. عندما يعرض فإنه يؤمر هذا الإنسان بأن يعمل عقله السليم ليرى أن القرآن العظيم يربيه على ما يتفق مع سلامة عقله. ولذلك نجد في الآية الثانية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن ليست القضية عداوة عادي بغموض، وليست القضية يعني ابتعد أو اكره بغموض، وليست القضية أحب بغموض، وإنما القضية أنه يعرض ذلك ويبين ويطلب من هذا المؤمن أن يعمل عقله السليم أمام تلك الأحكام الربانية وذاك التسبيب الرباني الذي يبينه للناس. وهذا معنى عظيم. فإذا كان ربنا جل جلاله يعاملنا ونحن خلقه ونحن عبيده وهو العليم الحكيم والإنسان الجهول الظلوم، والله عز وجل يعامله بهذه الطريقة، إذن كيف ينبغي للإنسان
حين يعلم وحين يربي الأب مع أولاده والمعلم مع طلابه. فإذا كان القرآن يبين ذلك ويربي الإنسان، ولذلك عندما سأل هرقل الروم أبا سفيان قائلا له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ هل أحد يتراجع يكره الإسلام بعد أن دخل فيه؟ ماذا كان الجواب من أبي سفيان؟ قال: لا. بماذا أجابه هرقل؟ قال: وكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب لا يكرهه أحد. والقلب محل العقل والتعقل، فالعقل عندما يعي ويفهم هذا المراد الرباني من هذه الآيات ويعقل هذه الأمور فإنه لا يكره الدين، ولذلك تجده أثبت ما يكون. وعندما يقارن يجد أنه لا مقارنة في الحسن والحكمة والموافقة للعقل السليم بين حكم الله عز وجل وحكم غيره. والله يقول: ومن أحسن من الله حكما؟ والجواب: لا أحد. فلذلك نجد هنا والله عز وجل يبين للمؤمنين كيف يتعاملون مع هؤلاء الذين أخبرت الآيات السابقة بذاك التفصيل وتلك الحوارات وتلك التجلية والتي أخذت حيزاً من الزمن وهم ينظرون وهم يرون تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب وتعامل أهل الكتاب معهم. والله يخبرهم وينقلهم وفق تلك الآيات ويرتقي بوعيهم ويجلي الأمور. فإذا هنا هذا الأمر حقيقة محل وقفة وأن نفهمها. ولذلك عندما قلنا أنه لا بد من التدبر حتى الإنسان عندما يتلقى هذه الآيات ويعمل عقله السليم في فهمها وإدراك مراد الله عز وجل، هنا تبنى القناعة واليقين والرضا، هنا يكون الثبات، هنا بعد ذلك يقف المؤمن كما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يعرض على عبد الله بن حذافة من وهو في إحدى غزوات المسلمين، يعرض عليه من قائد الروم أن يعطيه نصف ما يملك وأن يترك دينه، فكان جوابه: لو أعطيتني ملكك وملك العرب كلهم على أن أترك ديني طرفة عين ما فعلت ذلك. هذا الثبات ناتج عن ماذا؟ ناتج عن هذه القناعة، ناتج عن هذا اليقين، ناتج عن هذا العلم، ناتج عن قبول الدين بعلم. وأما إذا كان الإنسان لا يتلقى هذا الدين بالعلم والوعي وإعمال العقل الصحيح، فلذلك هنا يأتي الخوف، وهنا يأتي الضعف، وهنا يأتي التذبذب في الثبات على هذا الدين. فالله عز وجل هنا يقول: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ونجد في هذه الآيات الثلاث المتتالية بعد أن أخبر الله عز وجل في وسط الإخبار عن أهل الكتاب يخبر عن عباد الله المؤمنين
وعن مواقفهم، ومن مواقفهم العطاء والإنفاق. أحد معالم الصدق بالنسبة للمؤمن أن ينفق في سبيل الله، أن ينفق لنصرة دين الله، أن يتعامل مع هذا الأمر على أنه حق وأنه دليل الصدق ودليل التثمين لقيمة هذا الدين في نفسه، وهو أن يبذل لنصرة دين الله عز وجل وأن يبذل لإخوانه المسلمين. فإذا هو من جهة يعطي الدلالة على إدراكه للحق نحو هذا الدين، ومن جهة أخرى يدرك أيضا الحق الذي عليه نحو إخوانه من المسلمين، فيتمثل ذلك في الإنفاق. وأن ذاك الإنفاق لا لأجل أحد من الناس ولا لمطلب دنيا، وإنما هو ابتغاء مرضات الله، والله عز وجل يعطيهم الطمأنينة بأنه جل جلاله وهو العليم قد علم، ويعطيهم الطمأنينة أنه أوفى الأوفياء فسيوفي لهم بوعده، وأنه الغني القادر والملك العدل، فلن يهضموا شيئا مما قدموا وأنفقوا، مع أن المال مال الله، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. ولذلك لا يطمئن والله هذا المؤمن المنفق شيء أعظم مما امتلأ به قلبه أن الله عليم، يكفي أن الله عليم، والعليم قد علم، وإذا علم العليم وهو الكريم وهو أوفى الأوفياء جل جلاله وهو الملك العدل، هل سيظن المنفق أنه سيهضم من قبل ربه؟ أو أن الله لن يفي له بما وعده من الخلف والعطاء؟ لا، لا يمكن أبدا. فلما أخبر الله عز وجل عن حال هذا العبد المؤمن، ثم ينتقل إلى هؤلاء، وكما قلت والآيات هي في ختام هذا الحوار في هذه المرحلة، فيذكر هنا في هذه الآيات الثلاث ثلاث انتقالات. الأول في إيقاف هؤلاء فيما بينهم وبين ربهم عز وجل، فهؤلاء جمعوا المال، وأنتم يا أصحاب محمد سمعتم كيف هؤلاء خدعوا بما جمعوا من المال وأنتم فقراء، وأسمعوكم في هذا الباب ما أسمعوكم من الأذى، ولمزوكم وقالوا لو كان هذا الدين دين حق لما كنتم بهذا الحال من الفقر. فالله عز وجل يبين في هذه الآية كيف سيتعامل الرب جل جلاله مع هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا فيما يتعلق بالمال. فقال عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني، كما تبين لنا في الأمرين، لن تغني بمعنى لن تنفعهم، فيترتب على ذلك منفعة لهم بسببها عند الله. والمعنى الثاني لن تغني،
لن تدفع عنهم شيئا من عقوبة الله. إذن هي لا يتحقق من ورائها نفع لهم بين يدي الله، ولن تدفع عنهم شيئا من العقوبة التي الله عز وجل سينزلها عليهم، فلن ينفعهم ذلك المال لا في تحصيل المنفعة ولا في دفع الألم والعقوبة. وقلنا في كلمة شيء التي جاءت بصيغة النكرة لتعطي الدلالة أنها لن تقدم لهم لا في النفع ولا في دفع الضر، لن تقدم لهم أدنى شيء أدنى شيء، فحالهم وحال الفاقد سواء. ثم أن العبرة بقضية الإيمان أو الكفر، فلما كانوا يلقون ربهم عز وجل على الكفر فليس لهم إلا النار وسيكونون مخلدين فيها، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقرب ذلك الأمر في صورة يراها الناس في هذه الدنيا، لينقل الأمر الغائب إلى المشهد الحاضر، فيقرب لهم ذاك الموقف يوم القيامة. بماذا؟ بهذا المثل، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ما ينفقون إن قلنا على قول عدد من المفسرين هو إنفاقهم في شيء ظنوا أنه يقربهم من الله عز وجل وأنه سيكون طريقاً لنجاتهم، مع أنهم كفروا بالله وأشركوا، ومع أنهم كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا برسول الله محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنهم مع تلك الأفعال ستنفعهم تلك النفقات، وهذا صورة من الإنفاق على قول بعض المفسرين، أو هو إنفاق الكادحين منهم لعلمائهم تقرباً إلى الله بذلك الإنفاق، أو هو الإنفاق المعتاد من الأب على أولاده ومن الزوج على زوجه وهكذا. فالله عز وجل في هذا المثل يخبر أن ذاك الإنفاق وضعه في ميزان النفع حاله كحال تلك الريح التي فيها صر برد شديد أو حر شديد محرق، ولك أن تتخيل تلك الريح وهي تمر بالحرث ولا تبقي منه شيئا. فيخبر الله عز وجل أن حال الكفر مع الأعمال في إحباطها وفي إبطالها وعدم الانتفاع بها كحال تلك الريح الباردة شديدة البرودة شديدة الهبوب إذا هبت على الحرث، فكما أنها لا تبقي منه شيء ينتفع به صاحب الحرث، كذلك يكون ذاك الفعل الذي هو الكفر بالله مع تلك الأعمال التي ظنوا أنها ستنفعهم عند الله. ثم يبين أن السبب الذي عوملوا به هذه المعاملة مرده إلى ظلم أنفسهم لأنفسهم،
إلى ظلم أنفسهم لأنفسهم. ولذلك قال: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل بين للناس ميزانه العدل الذي ستوزن به أعمال الناس، وأن أساس ذلك هو الإيمان الصادق. ومن هنا يدرك الإنسان المؤمن قيمة الإيمان، ويفرح الإنسان المؤمن بما هداه الله عز وجل له للإيمان، ويكون هذا الإنسان المؤمن حريص على أن يكون صادقاً في إيمانه، وأن يكون حازماً مع كل خصم يسعى لأن يسلبه ذلك الإيمان. فيكون هذا الإنسان مدرك لهذه الأمور، فهو أفرح ما يكون بما هدي له، وأسعد ما يكون بما هو عليه من هذا الإيمان، وهو أحرص ما يكون في الحفاظ عليه وتثمينه، وأنه ليس على استعداد أن يتنازل عنه مهما كان السبب المغري ومهما كان الأذى المضعف. فهو في الإغراء ثابت، وهو في البلاء ثابت. فلو أعطي الدنيا بأكملها ليست عنده أغلى من إيمانه، وهو يكره ضد الإسلام والإيمان وهو الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار، كذلك يكره أن ينتقل من مما أكرمه الله به من الإيمان والإسلام، يكره أن ينتقل منه إلى ضده، كما أنه يكره أن يقذف في النار. فهذا الإنسان المسلم، ولذلك نقول: هل الإنسان يستشعر هذه النعمة ويستحضر هذه المعاني ويخاف أمام كل فتنة أن تكون نتيجتها أنه يسلب منه هذا الإيمان أو الصدق فيه؟ فلذلك تجده حريص، وتجده أمام الفتن خائف، ويراجع نفسه بين الفينة والأخرى، ودائما هو ساع إلى أن يطمئن على أنه صادق الإيمان مع ربه جل جلاله. فالله عز وجل يقول: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والإنسان كم يظلم نفسه، وكيف يظلم الإنسان نفسه ويظن أنه حريص عليها ومحب لها، عندما لا يسلك بها طريق الهدى ولا يدخلها في هذه الضمانة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. فإذن الله عز وجل يخبر عن نفقة هؤلاء، ثم ينتقل إلى الآية الثالثة، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الأمر الأول والأمر الثاني
يخبر أن هؤلاء في خسارة فيما بينهم وبين الله. ومن هذا الذي سيوالي ويحب من هو خسران في علاقته مع ربه؟ وهل هذا سيكون عند العاقل محل حرص عليه ومحل رغبة صادقة في القرب منه ومحل نظر على أن موافقته ستكون طريق نجاة؟ الله يخبر أنهم في خسارة، وفي خسارة عظيمة معه جل جلاله، لا مع غيره، لا مع غيره. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. من يخبر الله عز وجل عن حاله وعمله وما أوصله ذلك العمل مع ربه عز وجل، فهل الإنسان تميل نفسه إلى إنسان هذا حاله؟ ولنا أن نتخيل هذه الآيات وقت نزولها، وكما قلنا هذا في السنة الأولى للهجرة، وقبل ذلك ماذا كان بين الأوس والخزرج ويهود المدينة من الأحلاف ومن العلاقات ومن المسامرات ومن التلاقي ومن التجارة؟ ولذلك نجد يقول الإنسان ربما لو يقف هذا التكرار وهذا التذكير مرة بعد مرة أنك لابد أن تستحضر الحالة التي نزلت فيها هذه الآية. بين القوم جوار، بين القوم حلف، بين القوم مصاهرات، بين القوم مسامرات، بين القوم مصاحبة في أسفار. وينزل القرآن ويبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقبل فئة منهم ويدخل في الإسلام والفئة الأخرى لا تقبل، والقرآن يبني هؤلاء على قضية أن الأخوة قائمة على الإيمان. فلذلك لتقبل النفوس وتتفاعل مع هذا الأمر كانت محتاجة إلى هذا البيان المتتابع. فبعد أن بين خسارتهم فيما بينهم وبين ربهم عز وجل، ينتقل إلى دافع آخر، والذي يخبرهم بأن الحاجة أن تعملوا عقولكم، أن تعملوا عقولكم. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. والتصدير بهذا الخطاب وبهذا النداء وبهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا، ألستم أنتم الذين قبلتم وصدقتم بأن الله عز وجل هو ربكم وهو معبودكم الأوحد وهو الحكم جل جلاله؟ ألستم أنتم الذين آمنتم بأن محمد بن عبد الله رسول من ربه جل جلاله مرسل عليه الصلاة والسلام، وأنه مبلغ عن ولا يقول إلا الحق؟ ألستم أنتم الذين آمنتم بأن القرآن هو كلام الله جل جلاله؟ كل هذه المعاني يجمعها يا أيها الذين آمنوا. فأنتم من قبلتم ذلك، فها هو ربكم جل جلاله يخبركم في كتابه ويبلغكم بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنتم أنتم إن كنتم بهذا الوصف سيكون تلقي هذا الأمر من ربكم عز وجل بالقبول والرضا
والتسليم واليقين والخضوع والعمل والتطبيق، كل هذه المعاني. لماذا؟ لأنكم أنتم الذين أعلنتم الإيمان بالله جل جلاله وبرسوله وبكتابه. فيقول الله: يا أيها الذين آمنوا. فإذا هذه مقدمة الآية بهذا الخطاب، إذن هي تؤسس لداعي القبول، لداعي القبول بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. نهي، نهي من الله عز وجل: لا تتخذوا بطانة. البطانة، الثوب له بطانة وظهارة، فالبطانة هو للثوب الواحد ما هو من الداخل مما يلي الجسد، والظهارة ما هو من الخارج. وإن لبس الإنسان ثوبين فالأول الذي مما يلي الجسد هو البطانة، والذي فوقه مما هو خارج الجسد فذاك الظهارة. وأيضا الشعار والدثار، فالشعار مما يلي الجسد وشعر الجسد، والدثار مما يكون خارجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنصار بأنهم شعار، قال: الأنصار شعار والناس دثار. فهم أقرب إليه، فجعلهم في منزلة الثوب الملاصق لجسده، وأنه ومن هو في البطانة إذن هو يطلع من على الجسد مما لا يطلع عليه البعيد. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، أي أخلاء أصفياء لأنفسكم، من دونكم. وانظر إلى هذا التعبير العجيب، جعل المسلم مع المسلم كالجسد الواحد. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم يا أهل الإسلام. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من المؤمنين الموصوفين بهذا الوصف. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لن يقصروا ولن يتوانوا في خبالكم. والخبال هنا الفساد الذي يلحق بالإنسان ويلحق به الشر. لا يألونكم خبالا، لن يترددوا ولن يقصروا في أن يصيبوكم بهذا الخبال. فعندما يدعونكم إلى الكفر إذن يريدون إيقاع الشر بكم، وعندما يسعون للتضييق عليكم إرادة الشر بكم، وعندما يريدون أن تعملوا ما لا يرضي الله إرادة الشر بكم. لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم. ودوا أي أن قلوبهم تحب إلى درجة، يعني التعلق القلبي والحب من أعماق القلوب على أي شيء
ودوا ما عنتم الشيء الذي يعنتكم ويصيبكم بالمشقة. ودوا ما عنتم. إذن أناس من ناحية العمل جهدهم أن ينزل بكم الشر، قلوبهم نحوكم الود والحب أن ينزل بكم ما يصيبكم عنة ويلحق بكم العنت المشقة. إن أرادوا أن يخدعوكم أو يظهروا خلاف ذلك فإنهم لا يستطيعون، سيظهر ذلك من فلتات لسانهم. حتى وإن جاملوكم وأرادوا أن يبقوا تلك العلاقة مخادعة فإن مما في صدورهم من الغل نحوكم والرغبة الصادقة في إعناتكم لا يسعهم إلا أن يظهر ذلك في فلتات لسانه، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي شيء تمالكوا في إخفائه وشيء ما تمالكوا. مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. فالله عز وجل يقول قد بدت البغضاء من أفواههم، وكما قال الله عن المنافقين لتعرفنهم في لحن القول. فإذا ستخرج تلك الفلتات وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فيقول للمؤمن من نهاك الله عز وجل أن تتخذه بطانة هذا حاله معك، فأعمل عقلك، هل ما بينه الله لك وأمرك بأن تتعامل معه بهذه الطريقة أليس العقل السليم يتلقى هذا الأمر بالقبول والتسليم؟ أليس كما قلنا القرآن يربي هذا الإنسان على أن يعمل عقله السليم فيما يأمره الله عز وجل به؟ وحتى يتبين هذا الأمر أشد في الوضوح نجد أن هناك استثناءات في التعامل مع من خالفك في الدين. فنجد من ذلك قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيخبرك أن الميزان ميزان عدل وليس تعسف، ليس تعسف، وإنما الأمور تقوم على أمر واضح بين. فمن كان تعامله معك بهذه الطريقة وأظهر تعامله لك هذه الأمور فإنها كالله عز وجل أن تتخذه بطانة. هل الإنسان يركب رأسه ويرد حكم ربه؟ وعندما يرى أيضا أن لهذا الحكم تقييد وأن التقييد أيضاً جاء مبيناً موضحاً معللاً في الحكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم. إذن هذا التسبيب والبيان، إذن قوله إن كنتم تعقلون
وما قال هنا إن كنتم تعلمون، لأنه يريد أن يعمل العبد المسلم عقله وعقله السليم، وأن يتفكر، لأن الأمور مردها إلى تلك الأوصاف التي ذكرت، وذاك التعامل الذي يجده الإنسان ممن هم بهذه الكيفية. ولذلك كما قال العلماء، التقييد بالوصف أو بالحال يؤذن بجواز يعني التحسين أو التعامل عند ضد تلك الأمور التي ذكرت، بمعنى أن هذا الحكم مسبب بأسبابه، مسبب بأسبابه. فالاتخاذ هنا قال لا تتخذوا، فإن انتفت الأسباب فيكون على قدرها، بمعنى أن العداوة تكون على قدر تلك الأوصاف المذكورة، تلك الأوصاف المذكورة. فيقول الله عز وجل قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون أي إن كنتم تنتفعون بهذه النعمة العظيمة التي أكرمكم الله عز وجل بها، وهي نعمة العقل. إن كنتم تعقلون أي إن كنتم تنتفعون بهذه النعمة التي أعطاكم الله إياها. ومن العلماء من قال إن كنتم تعقلون أي إن كنتم تنتفعون بموعظة الله عز وجل لكم في أمره ونهيه. إن كنتم تنتفعون بموعظة الله جل جلاله لكم في أمره ونهيه، فإنكم ستتعاملون مع من هم بهذه الكيفية كما أمركم الله وكما بيّن لكم الله عز وجل، وهو النهي أن تتخذوا من هم بهذه الأوصاف بطانة، أي أصفياء وأخلاء، فالنهي بعدم اتخاذهم.